بعرفك لبنان احسن مضيف طيران بالعالم كله. مرحبا تام. اهلا لبنان. اهلا وسهلا. تفضلي حبيبتي تفضلي. قولي لي مبسوطه بشغلك؟ ايه كثير، انا بحب السفر وهذا بيفتح لي مجال. كيف تعرفتوا على بعض؟ بحفلة سوسو. قديش عمرك لبنى؟ يعني لا تخجلي. لحظة، أنا بخمن 25 سنة. 24. قلت لي 24. وشو درستي؟ أدب إنجليزي. منيح منيح كتير، بركي بتساعدي لجيمي بالإنجليزي لأنه السنة عنده بكالوريا. إن شاء الله. شلون قهوتك؟ وصلت طنط. طيب جيمي تعا شوي. نعم ماما. ولك هي أكبر منك بأربع سنين. شو في يعني؟ وين المشكلة؟ لك شلون وين المشكلة؟ ولك أنت واحد بدك دكتور، بدك تضلك تحب اللي أكبر منك؟ يا ماما يا ماما، لبنى مو أكبر مني، أربع سنين ما بينحكى فيهم. لك شلون ما بينحكى فيهم؟ يعني قديش لازم يكون عمرها لتكون أكبر منك؟ مثل هي سعاد اللي جبت لي إياها الشهر الماضي اللي بحيطان الأربعين، يعني هيك بتكون أكبر منك؟ ماما أنا بحبها للولو وبدي أتجوزها. تتجوزها؟ إيه لا، هي جديدة.